المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم عرفنا إياه معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من موارد الجهل بك وبه في مخارج الأمر ومداخلك، ونكرع بها من موارد الفضل الواصل منك إليه، وننهل من عين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة مهداة، واحملنا في سيرنا إليك على سبيله الواضحة المسالك لا يزيغ عنها إلا هالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى حضرتك القدوسية التي إليها ينتهي سير الواصلين، وعندها تقف مطايا السالكين، وأن إلى ربك المنتهى حملا محفوفا بنصرتك الربانية، حتى ننجو من غوائل الطريق ومضلات الهوى، ونستمسك بعدة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واقذف بنا على جيش الباطل فندمغه بصولة الحق، ونطفئه بقوة الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وما النصر إلا من عند الله. وزج بنا في بحار الأحدية الذاتية المحيطة بجميع هياكل الحقائق والمعاني المنزهة عن الكثرة والكلية والقلة والجزئية، وانشلنا من أوحال التوحيد الموقعة في ظلمات الشبه والترديد إلى فضاء تنزيه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وأغرقنا في عين بحر الوحدة الشهودية مع القيام بأداء حقوق العبودية. أما بعد، هذا الدعاء السابق فيه مختصر المراد ومختصر السلوك ومنتهى الوصول. نعم، ما بتقولش حاجة، ما تخافوش، ما تقلقوش. بعدما رفع همتك من كل ما هو سوى الله إلى الله، وبصرك على عيوب نفسك، وخرجك منها بالتخلي عنها، وحلاك بالفضائل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، أراد أن يوضح لك أنك في سلوكك إلى الله عليك أن تعلي همتك، فتكون الهمة لله لا لغيره، حتى لا تكون راحلا من الأكوان إلى الأكوان. لأن لو كانت همتك في الوصول أو في السير هي همة رؤية الملائكة أو حدوث الكرامات أو انكشاف بعض الغيوب أو حتى الدخول في الجنان والتمتع بحور العين وغير ذلك، فكل هذه الأشياء أكوان، وعليك أن تكون همتك لله عز وجل، الهدف هو الله. فيقول لا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى يسير، والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه. عارف الحمار اللي في الساية؟ طول النهار ماشي، ما بيبطلش ماشي ولا جر، لكن الذي يصل إليه هو الذي تركه، يبقى يفر مما تركه، ثم بعد ذلك يصل إلى ما تركه مرة أخرى، فلا يصل إلى شيء. فلا ترحل من كون إلى كون، فتكون كحمار الرحى
يسير، والذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل عنه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. والأكوان سميت أكوان لأنها جاءت بلفظ كن، لما أراد خلق الأكوان قال كن فصارت كون. فكل ما صدر عن الله في إرادته بخلق أي شيء صدر عن قول كن فيكون كونا. والأكوان في منها ملكوتي وفي منها ملكي، يعني ملك وملكوت، أو شهادة وغيب. فالملك هو عالم الشهادة والملكوت هو عالم الغيب، هذه كلها أكوان. فيدخل في أكوان الملكوت الجنة والنار والملائكة والجن وعذاب القبر وغير ذلك مما لا تراه العيون ولا الحس، ولكن ورد سماعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد قائم، فنحن نوقن به ونعتقد أنه موجود وإن كنا لا نراه، فهو من الأكوان وإن كان لا يرى. ثم بعد ذلك جاء بحديث يدل على المطلوب في رفع الهمة، يقول: وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني كونه، أو امرأة ينكحها كون، فهجرته إلى ما هجر إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كرر كلمة هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أما في الدنيا والمرأة فقال: إلى ما هجر إليه احتقارا، فلم يكرر فهجرته للدنيا أو هجرته للمرأة، فاكتفى بذكرها مرة واحدة ثم أشار إليها بالغيب احتقارا. أما لما كانت الهمة العالية في الهجرة لله ورسوله فكررها لبيان علو الهمة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي رحيله، رحيله من الأكوان، ونفسك من الأكوان، فأنت ترحل من نفسك إلى الله، ترحل من شهواتك وملذاتك وكل ما يحجبك من العلائق والعوائق إلى الله، فأنت ترحل في المعنى وترحل في الحس، ترحل في الحس بترك المعاصي ظاهرا، وترحل في المعنى بترك القلب إلى الله فلا تشغله عما سواه. فأنت راحل في المعنى في الباطن وراحل في الظاهر. فإذا كان رحيلك الذي هو في الباطن وهو الذي عليه المدار رحيل من كون إلى كون، صرت لا تفهم، ومثال الذي لا يفهم هو الحمار. ولذا شبه الذي يرحل من كون إلى كون بالحمار لبيان بلادة حسه وسوء فهمه. فيقول: لا ترحل من كون إلى كون، يعني ما تعبدش ربك للنهار علشان ربنا يفتح عليك والتجارة تبقى ليك، وعلشان لما تتجوز تخلف عيال حلوين، وعلشان لما تفتح المحل يقولك زباين، وعشان لما تشغل المصنع المصنع تجارته تروج، يبقى انت راجل او انطجن بتعبد الله حتى يروق لك دار الاقدار. هي دار اقدار اصلا، انت بتعبد ربنا علشان كأن بالظبط بتعبده كأنك انت شبه ومشمش هتحطها في المية الكادرة تقوم تروقها، انت عايز تحطها في المية العكرة بتاعت الدنيا دي عشان تروقها بالعبادة. يبقى انت بتعبد هنا لمصلحة، بتعبد لمصلحة دنيئة قريبة تف عظمة وتعد. شوف اللي فيهم الدنيا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا بحذافيرها، عرض عليه الجبال في ايده ذهب وفي ايد غيره تراب. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يموت ودرعه مرهونة عند يهودي من اجل حفنات من الدقيق، تعرض عليه الجبال تبقى ذهب في يده وفي يد غيره تراب يرقد صلى الله عليه وسلم.
هل هذا لسوء فهمه أم لكمال عقله؟ لو عرضت عليك تظن أنك أنت إيه تطلب ذلك، لما لم يطلبها؟ يطلبها ويستعين بهذا الذهب على الدعوة إلى الله وعلى نشر الدعوة، ويلبس لك الشيطان والنفس أشياء تقول لك ذلك. فرصة الجبل يبقى ذهب، أخذ أنا الذهب ده واستعمله ووظفه في الدعوة إلى الله، فاتت دي على رسول الله يا وانطني ده، عرض الأمر ده على رسول الله وهو لسه في مكة مستضعف صلى الله عليه وسلم، عرض عليه هذا الأمر وهو راجع من الطائف طريد، حتى انه لم يستطع دخول مكة الا في جوار احد الكفار صلى الله عليه وسلم. فيش بعد كده ضعف ظاهر وفقر ظاهر، يعرض عليه هذا الامر فيرفضه صلى الله عليه وسلم لكمال عقله ولكمال فهمه صلى الله عليه وسلم. اولا لفهمه ان الدنيا حقيرة وان طالب الدنيا حقير مثلها، ولتتم الأسوة به للفقير، لأنه لو صار كل ما يمسكه رسول الله ذهب فالفقير لا يجد له أسوة، يتأثم مين بقى؟ تيجي تلاقي الفقير يجوع فيسرق تقول له يا أخي اصبر، يقول لك ما هو الرسول ما جعش، ده كان كل ما يحط يده على حاجة ذهب يا عمي، ما هو لو كان ده إلا أنا ذقته كان عمل إلا أنا عملت. يقوم ربك سبحانه وتعالى يريد أن يقيم عليك الحجة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع ولا يمتد نظره إلى الحرام، ولو سأل الله لأطعمه من الجنة وتقاه، ولكن ليتأسى به الفقير. ثم لما تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الأرض يزهد عنها ويوزعها فلا يبيت في بيته في يوم واحد قطعة زهد، فكان أسوة للغني وأسوة للفقير في آن واحد صلى الله عليه وسلم. فمن عنده مال يجد في رسول الله الأسوة الحسنة، كيف يتصرف في ماله كما تصرف صلى الله عليه وسلم. ومن ليس عنده مال قليل العرب يجد في رسول الله الأسوة الحسنة، ربط الحجر على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل الله مائدة من السماء كما طلبها غيره صلى الله عليه وسلم لعلو همته عن الدنيا. وعشان كده لازم انت تعلي همتك، مش عشان جزمة وبدلة وعربية وشقة حلوة تبيع دينك وتوطي همتك، مش توطي همتك بس، وتوطي راسك وتذل نفسك وتبوس الايادي، مش ده اللي بيحصل؟ لان همة دنية، إنما اللي همته عالية حاجة تانية. فبيقول لك لا ترحل من الأكوان إلى الأكوان فتكن كحمار الرحى، وقع إلى ما فر منه، فدائم الفرار مما هو فيه، فكلما فر كلما عاد إلى ما فر منه. طبعا الوقت انتم ما تشوفوش السقي، الجيل بتاع اليومين دول بيروي ايه بالمطور، لكن حمار الراحة ده كان زمان في حاجة اسمها ساقية كده في الأرياف للشباب الصغير، الطور ولا الحمار أعزكم الله يروحوا ملبسينه إيه حاجة على عينيه كده علشان ما يتخيلش من إنه بيمشي بدايرة وإلا يذهب، ويفضل بقى ماشي طول النهار من صباحية ربنا للمغرب متصور إن هو قطع مراحل وسافر سفر طويل وهو لسه في مكانه. كذلك الإنسان اللي همته دنية في الدنيا مهما حصل على الدنيا فهو زي الحمار اللي في الساقية ده، ما وصلش الحاجة ولا إيه ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، لا هو أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلازم الواحد يعلي همته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي الهجرة تكون وجهتها الله، فتهاجر من دار المعاصي إلى دار الطاعة، تهاجر من دار الإيمان الإسلام إلى دار الإيمان، ثم من دار الإيمان إلى دار الإحسان، وفي دار الإحسان تهاجر من دار المراقبة إلى دار المشاهدة، ثم تهاجر من دار المشاهدة إلى دار التمكن والتعريف، تهاجر من نفسك حيث الغفلة إلى دار اليقظة مع الله
وتهاجر من دار اليقظة حال الذكر إلى دار الفناء عما سوى المذكور. كل هذه هجرات، هجرات في الباطن، هجرات في الطاعة مع الله. ويكون هدفك في هذا كله ليس لتحقيق الخصوصية، وليس ليشار إليك بالبنان، ولا لتجرى الكرامات عليك أو تكشف لك الحجب، وإلا تكون بتعبد الله لشهوة نفسك لتحقيق مصلحة. ولكن يجب أن يكون هذا كله لله، وإلا يصير هذه الهجرة كلها وإن كانت في ظاهرها طاعة ولكن في باطنها دنيا، كمن هاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد دنيا، ترك مكة إلى المدينة وأراد الدنيا، أو ترك مكة إلى المدينة لأنه يحب امرأة فكان يسير مع المهاجرين في الظاهر أنه يهاجر إلى الله ورسوله، ولكن في الحقيقة يهاجر إلى دنيا. كذلك وأنت في العبادة وأنت في حال الطاعة، ماذا تريد من هذه الطاعة؟ بتعبد لمصلحة عشان الواد يخف اللي عيان في البيت، ولا علشان فلوسك ما تخلص، ولا عشان ايه بالظبط، ولا عشان لقمة تاكلها؟ طب ما انت هتاكل حتاكل، ما بيأكل الكافر، هو ربك مش بيأكل الكافر اللي ما بيسجدلوش سجدة، فانت جاي هنا تسجد له عشان يأكلك؟ تبقى غباوة، ما هو هيأكلك حتى لو ما سجدتلوش، دول كفروا بالله ونسبوا له الولد وبيأكلهم قرون، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأنت بالظبط عايز إيه؟ جاي هنا تصلي ولا تقعد تسهر بالليل تقرا قرآن؟ عايز ربنا يرزقك بعربية؟ طب ما مدي لكلينتون عربية وهو كافر، ومدي لباراك عربيات ورئاسة حكومة ودول وهم كفار، أنت عايز إيه بالظبط؟ ما لو الحاجات دي حلوة كان ربنا منعها عن الناس وإداها للمؤمنين بس. فإذا كنت أنت عايز الحكاية دي ما تجيش بقى الجامع من أصله، ليها سكة تانية، حتى لو قعدت بلطت في الخط برضه ربنا هيأكلك، ما بيأكل البهايم وبيأكل الكلاب في الطرق وبيأكل العصافير على الشجر والوحوش في البرية، هتاكل أنت قد حوت؟ حيتان البحر بياكل في اليوم 3 طن، شوف ربك لما يملى كرشه 3 طن في اليوم، ولا عنده فهم ولا عقل ولا حاجة، يفتح بقه كده يدخل نص البحر جواه كله يتخلف جاع، في حوت في البحر جاع، فربك بيأكل الكل، بيقضي حوائج الناس كلها الكافر وغير الكافر. انت بقى بتعبد الله علشان الدنيا بس تبقى كده يعني حلوة؟ لا بقى، الدنيا مش هتبقى حلوة بقى، لأن ربك قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فاعرف بقى انك انت ما هتدخل مع الله هيفتنك ويمتحن، اعرف بقى انك انت هتبتلى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اعرف بقى يا سيدي انك هتيجي هنا تصلي وتطلع تلاقي مصايب سودا بره مستنياك عشان ربنا يشوفك. انت بقى بني ادم بتنقلب على عقبك لمجرد انك تشوف المصايب السودا، ولا بتتعرف على الله في كل شيء وتعرف ان الدنيا دي دار اكدار فترحل منها إلى الله؟ إنما الأقدار جعلها في الدنيا ليقلقك منها إليه، لأنه لو أزال الأقدار لركنت إليها، ما بالك الدنيا بأقدارها الناس تركن إليها، فما بالك لو كانت بغير أقدار؟ فأقدار الدنيا نعمة لأنها تقلق الإنسان إلى الله، تخليه يفر إلى الله، ما يطمئنش ليها وينام إليها نعمة وينبسط وفيها كل اللي هو عايزه. طب ما هيقول يا رب امتى؟ لكن ربك جعل فيها اقدار علشان يقلقك اليه، يخليك تجري اليه سبحانه. يبقى الاقدار اللي في الدنيا دي ما جاتش الا لتوصلك، ولم تأتي لتعطلك. فان عبدت الله ليزيل الدافع اليه لن يزيل الدافع اليه، وصرت كحمار الراحة يفر من حيث هو طالب، يفر مما يطلب، اللي بيطلبه هو اللي بيفر منه، ده اسمه كلام. تبقى بتهرب من الحاجه اللي انت بتجري وراها، ما هو ده يبقى خبل. فهمت المساله؟
فالأكدار اللي في الدنيا دي عاملة زي البرغوث اللي يقرسك تقوم تترك فراشك تقوم تصلي بالليل، هي الأكدار كده، ربنا جعلها كده تقعد تقرس في جثتك المعنوية والحسية، سواء كانت أكدار معنوية أو أكدار حسية، علشان تلجأ إلى الله. شوف أنت لما بتتزنق أو تتمرد أو يحصل لك مشكلة ضائقة، شوف كده عباداتك بتبقى شكلها إيه، شوف حالك في الحضور مع الله في الطاعة إزاي، وشوف أول ما إيه ما الدنيا تتحك لك والمكاسب تزيد والأمور تمشي، شوف أنت بيبقى حالك مع الله إزاي، عشان تعرف إن الجلال ليك دواء والجمال ليك مرض، لأن في ناس أول ما الدنيا تضحك لهم ينسى خلاص. أنت لو أنت دلوقتي عندك مصنع، كنت جيت قعدت مع الناس الفقراء اللي زي حالاتنا كده، ولا كنت رحت عملت عشاء عمل في شيبر وشيراتون وعزمت الناس وفتحوا لهم الكونياك والخمور عشان استفقت تتم، مش ده اللي بيحصل؟ وتكون واخد قروض من البنوك وتبقى مديون لشوشتك وراكب عربية فارهة وانت مش حلتك حاجة وكلها مناظر، ويوم ما بيموت اللي بالمنظر ده ما بيتركش ورث لأولاده، بيطلعوهم من الشقة اللي قاعدين فيها والفيلا اللي عندهم والعربية ياخدوها ويبيعوها ويفضلوا لسه مديونين. لكن انت اللي في جيبك ملكك، يوم ما هتموت دلوقتي ولادك هيفتحوا الدولاب اللي فيه بتاعهم، محدش هيقول لا، يبقى انت اغنى منه ولا لا؟ يبقى انت اغنى منه، فوق فوق ورث. وانظر إلى قوله تعالى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام: فهجرته إلى ما هاجر إليه، وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. والسلام. ثم بعد ذلك لما كانت الهجرة إلى الله طريقها طويل حسا ومعنى، حسا يعني في الدنيا ماشي انت تشوف بتسافر قد ايه وبتتنطط قد ايه وبتتحرك قد ايه وبتروح قد ايه، وربنا بيكتب كل هذه الخطوات ويكتب آثارهم اي خطواتهم في الدنيا حسا، ويكتب ايضا خطواتك معنا اليه في القلب، كيف توجه القلب إليه وكيف قاوم ما فيه من العوائق والأمراض التي تحول بينك وبين الوصول إلى الله، كل دي هجرة. فأنت في دائم الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو، أي يهاجر يسافر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموافقها أو مبث. الحديث الطويل المعروف اللي هو بيقول فيه إيه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو يهاجر في الدنيا ماشي حسا ومعنى، معنى أي في الباطن، فأنت تهاجر بين أفكار ونوازع ونوايا كثيرة في كل لحظة، وما سمي القلب إلا لتقلبه، فأنت بقلبك في دوام الهجرة والتحرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ويقول: اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك صلى الله عليه وسلم. كل الناس يغدو، نوعين بقى وهم مفتكرين كده الناس دي كلها نوعين بس، مع ان هم الناس بالملايين، مش بالملايين ده بالمليارات، لكن هم بس صنفين: بائع نفسه فمعتقها او مبق. الكل مهاجر والكل بيبيع عمره وجهده بالزمن، لان الزمن هو جزءك هو عمرك، كان انت كل لحظه جزء منك بيخلص، جزء لحد ما في الاخر تخلص، فأنت ليك جزء في الزمن وجزء في الحس، ليك عمر زمني زي ما ليك جسد كده، فجسدك الزماني ده كل شوية بيتبتر منه حتة
كل دقيقة تعدي وساعة بتتبتر بتتبتر لحد في الآخر ما يبقاش إلا نفس واحد، يقول لك يلا الراجل مات يلا اكتنوه خلص. ما اللي بيحصل كل الناس، إنك ميت وإنهم ميتون. فكل الناس يغدو، يعني بيعدي في الدنيا معبر مسافر، وكل واحد بيبيع عمره وجهده. بتبيعه فين بقى؟ بتبيعه لمين؟ بتبيعه للشيطان باتباع الشهوات، وبتقضي عمرك في المعاصي فتوبق نفسك وتهلكها، أم تبيع عمرك للرحمن؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يشتري الباء بتدخل على إيه؟ الباء بتدخل على اللي هتاخده، يعني باع الدنيا وخد الآخرة. على المباع. فالخلاصة إن كل الناس بتبيع. أنت بتبيع؟ أه بتبيع. أنت مش الوقت اللي أنت قاعده ده طلع منك؟ سلب ده؟ طيب الوقت ده قضيته فين؟ قضيته على القهوة في شلة الأنس؟ ولا قضيته في المسجد؟ ولو قضيته في المسجد، قضيته في المسجد عشان يقال عليك راجل صالح، عشان لما تترشح في مجلس الشعب الناس تنتخبك وتقول لك ده راجل يعتاد المساجد، ده راجل طيب انتخبوه؟ ولا عشان الناس تقبل اليك؟ ولا جيت اصلا في اماكن الطاعه علشان الناس تثق فيك تقوم تتاجر معاك وتديك فلوسها وتشتغل؟ ولا علشان برضه ما تعرف الناس الطيبين ويعرفوا انك بتصلي يوم ما تتزني وتيجي تستلف منهم يدولك؟ ولا انت عايز ايه بالظبط؟ انت جاي هنا عايز ايه يا جدع انت؟ قاعد هنا عايز تعمل ايه معانا؟ ما المنافقين قعدوا في وسط ايه صحابة النبي، صلوا خلف كتف النبي، شافوا اللي انت ما شفتوش من النبي، وسمعوا اللي انت ما سمعتوش من النبي، لكن كانوا عايزين حاجة تانية. فلما كانوا عايزين حاجة تانية حرموا هذا الفضل اللي كانوا مقيمين فيه. ليه؟ لان كانت هجرتهم وبيعهم للشيطان للدنيا. فانت بقى يا سيدي الحمد لله سبت النادي وسبت شلة الانس وجيت هنا قعدت مع شلة النكد في الجامع. ما هو الجامع بقى ناس ايه؟ كلها ناس قاعده ساكته كده، انما التانيين قاعدين بيهققوا. جاي هنا بقى اصلا طالب الله ورسوله ولا طالب ايه بالظبط؟ ولا طالب الخصوصيه؟ ولا طالب ان وشك يبقى منور كده ويقولوا عليك يا سلام يا عم؟ ايه النور ده؟ ايه الحلاوه دي اللي انت بتعملها؟ زي الراجل اللي دخل يصلي فأحسن الصلاة فالناس قالوا يا سلام، شوفوا شوف صلاة الراجل خشيعة ازاي. فبعد ما خلص قال كده قال لهم لا وكمان صايم. يعني هو بيعمل للناس، يبقى ما عندوش إخلاص، يبقى ده بيعمل للناس يا عم. يبقى وإن كان قاعد في الجامع إلا إنه في الحقيقة قاعد في الخمار، في الظاهر في الجامع، لكن هو اتخمرة نفس، ده بيسبح نفسه، ده مشرك بالله. فهمت المسألة؟ وعشان كده يوم القيامة ربنا ياخد الجدع ده ويدخله النار. يدخله النار ليه؟ مش هيدخل النار عالم وشهيد ومتصدق؟ يجي العالم يقول له يا رب ده انا علمت ناس، يقول له كذبت، علمتهم ليقال عليك عالم. او ما قد قيل عشت 50 60 سنة في وسط الناس بيشيلوا جزمتك ويقبلوا ايديك، والناس يقول لك العلامة جه، وأول ما تيجي يبخروا لك الجامع ويدلعوك آخر دلع. هاي أدي أجرتك، مش أنت كنت عايز الحكاية دي؟ خلينا الناس طول عمرك تقول علامة، العلامة الكبير. خلاص خدت أجرتك ومع السلامة. لكن أنت ما عملتش الحكاية دي ليه؟ لم تهاجر إلى الله ولكن هاجرت إلى الأكوان. جيت بقى انت الحمد لله الجامع، ربنا كرمك، اللي هو محل الطاعة، مش قصدي الجامع الجامع، انت ممكن تبقى في محل الطاعة وانت ماشي في الشارع، لكن هي ده المثال. والناس ما بقاش ليهم وزن عندك، انت بتعمل الحكاية دي ليست للناس، ولكن تقول ايه يا سلام انا ما بتريحش الا اذا صليت العشاء في الجماعة، نفسي كده ما بترقش الا اذا عملت الشغلانه دي،
تبقى انت جاي هنا عشان تريح نفسك، ده انت بتعمل مهدئ، بتتعاطى مهدئات، ده انت بتعملها هنا بتعبد ربك لنفسك علشان تستقر نفسك، ده انت مش بتعبد ربك لربك. انت صحيح الناس ما بقاش ليها حجم عندك، لكن نفسك ليها حجم كبير، فبقيت بتعبد لنفسك. وعلشان كده اخطر حاجة انك انت تراعي نفسك في الطاعة، لازم تراعي الله مش تراعي نفسك، لان حاجة من الاثنين، يا هتهرب من رؤية الناس مراقبتهم، تقع في ايه؟ في الاعجاب بنفسك. يا سلام ايه الحلاوة دي، انت النهاردة صليت الصلوات كلها في الجماعة الاولى ما فاتتكش تكبيرة الاحرام، ايه الجمال ده، وقريت يا واد ايه 3-4 اجزاء قرآن، ايه الحلاوة دي، ما غلطتش ولا غلط، ده انت النهاردة عملت عمل، لا ومش كده وبس، وتصدقت وعمل، ايه ده، ايه الجمال ده، قاعد طول النهار تطيب لنفسك مطيبات وتسقف لنفسك من جواك من جواك، تبقى انت قاعد كده معجب، والعجب يحبط العمل، العجب يحبط العمل، يودي في داهية. ما هو بني آدم الشيطان يزين له الأول الكفر، ما نفعش معاه الكفر، يقوم إيه يقول له طيب خلاص خش الإسلام بس بلاش الإيمان، يقوم إيه يبقى ظاهرا مؤمن وباطنا كافر، يبقى منافق، ما قبلش، قال له لا أنا ما نفعش كده، أنا عايز أبقى مسلم مؤمن، يقول له ما يجراش حاجة خليك مسلم مؤمن، بس برضو يعني راعي الناس كده، لأن الناس لما هتشوفك كده برضو هتبجلك، يبتدي يعمل للناس، يقوم يقول لا الناس دول ولا حاجة، أنا عايز ثوابي من الله، يقوم الشيطان يقول له إيه، إيه الحلاوة دي، ده أنت بقيت واد قوي قوي، إيه الجمال ده، ده أنت نفسك قوية، يقوم يخليك تعجب بنفسك، ما هو عايز يلقط منك حاجة، كل شوية عايز يعجب منك، تيجي تهرب من نفسك وتتف عليها وتخالفها وتخرجها من العوائد والشهوات، يجي لك من باب الزهد، شوف يجي لك حتى من كل باب، لانه فقير فاهم كل حاجه، فيدخل لك من كل ما تسر من باب، يدخل لك لباب لحد ما تنجح تماما، يقوم يخاف منك بقى زي ما كان بيخاف من سيدنا عمر بن الخطاب، يبطل يقول لك ندور على حد غيره بقى. فكذلك انت الوقت بترحل في الدنيا دي بتتجوز ليه، بتتوظف ليه، بتشتغل ليه، بتعبد ربنا ليه، بتشتري الحكاية دي ليه، كل الحاجات دي اسأل نفسك فيها، انت عايز ايه بالظبط، اللي انت عايزه هيديهولك، ما ربنا كريم، طالب الدنيا بيديله الدنيا، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه، مش ربنا كريم، انت عايز دنيا يا عم هيديلك، ومن يريد حرث الآخرة نؤتيه منه، فكل واحد هياخد اللي هو عايزه، فحدد بالظبط انت عايز ايه، عايز الله ولا عايز الأكوان، عايز الأكوان خليك بقى مع الأكوان، خلي الأكوان تنفع، فهمت المسألة؟ فالهدف من هذه الحكمة هي رفع الهمة من حضيض الأكوان إلى سماء المكون سبحانه، بحيث أنك لا تلتفت إلى سواه، لا تلتفت إلى سوى الله عز وجل. فلما كنت وانت في سفرك ده محتاج دليل، مش أي واحد مسافر وماشي في السكة عايز دليل علشان يشاور له على الطريق، احنا اتفقنا الوقت اننا كلنا مسافرين الى الله حسا ومعنى، طيب وانا من مسافر من عايز واحد صاحب معايا بقى علشان يونسني كده برضو، حتى لو دخلت دور الماء يقول له خد بالك من الشبشب ولا خد بالك من الشنطة ما تسرقش، انا وانا كروديا وانا لازم ابقى راجل مفتح كمان، فاحتاج معايا ايه، احتاج واحد يمشي معايا يصاحبني، فجاب لك على طول قال لك ايه بقى، لا تصحب من لا يمهضك حاله ولا يدلك على الله ما قال، يبقى انت في سفرك بقى تختار بقى الصاحب، طالما انت هترحل بقى من الاكوان الى المكون، ووافقت فعلا ان الاكوان دي كلها دنيئة وان الهمة لازم تبقى عالية
واقتنعت تماما، قلت خلاص انا هربط الاحزمه وهسافر الى الله، طب اصاحب مين في سفري؟ فبيحذرك اوعى بقى في سفرك ده تصاحب من لا ينهضك حاله، يعني يقويك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يعني لما تمشي مع واحد لازم يكون احواله معك اللي هي اداب الصاحب بقى تنهضك ترفع همتك، ومقاله يعرفك بالله. يعني ما تصاحبش واحد يجاريك، لو صاحبت واحد يجاريك مش هتعرف عيوب نفسك، طول النهار قاعد يقول لك يا سلام ما فيش احلى من كده. ما هو البني ادم يحب الناس اللي بتمدحه، وكل رئيس في ايه في مكتب ما وفي حكومه ما تلاقي حواليه اثنين ثلاثه قاعدين يمدحوه، هم دول اللي قاعدين معاه في المكتب طول النهار. انما اللي يخش يقول له انت بتعمل كذا وما بتعملش ما يدخلوش مكتبه. طبيعه الناس كده، يحبوا الايه المادحين. انت بقى طالما انت راجل عندك بصيره تصاحب الصديق الصدوق اللي هو يصدقك، طول ما انت ماشي معاه ما تتكلفش قدامه، تبقى بطبيعتك. اوعى تتكلف وانت ماشي في الطاعه. يعني انت جيت مثلا صاحبت واحد وانت اصلا ما بتقيمش الليل، نام للصبح تخمد، لان انت لما هتصاحبه وتقيم الليل علشان قعدت معاه الليله دي تبقى انت قايم الليل عشان مش عشان ربك. افهم، لان دي حجاب شديد من اهل الصحبه حتى في الديانه. يبقى قاعد بيعبد ربه محبوب ليه؟ لانه بيعبد ربه مع الاصدقاء مع الحبايب، هما يقوموه يقوم، لو ما قوموش هو مخمود. فما يعبدش ربه الا اذا كانوا معاه، كانه بيعمل كده قدامهم عشان دون ان يشعر. لكن الصحبه عند اهل القلوب تكون بلا تكلف، علشان لما تكون بلا تكلف هتظهر على حقيقتك، يقوم صاحبك يعرفك عيوبك. انما انت بتلبس بدله مش بتاعتك، فهو هيعرف عيوبك منين؟ فهمت؟ فلما تسير مع واحد الى الله سير بسجيتك، حتى ينبهك وانت في سجيتك على عيوبك، لا تتكلم. عارف انت الراجل الاونتاج اللي يروح يخطب واحده وهو بقى خطيبها عامل نفسه ان هو بقى ايه، مفيش احلى من كده بقى، مفيش اشيك من كده ولا اجمل من كده ولا ازوأ من كده، واول ما يتجوزها كل يوم يزعل. كان اونتاجي متكلم ما ظهرش على حقيقته. فهمت؟ لا، احنا عايزينك بقى وانت سائر الى الله اظهر على حقيقتك، واظهر وبان وعليك الامان، وما تغطيش نفسك باي ورق وانت مصاحب من هو همته عليه، تظهر قدامه على حقيقتك، واللي همته عالية كمان يظهر قدامك على حقيقته، وإلا يبقى متكلف راخر فيحجبك أكتر. لكن لازم تكون على طبيعتك، ما تتكلفش حاجة، هي دي الصحبة اللي إيه اللي تربي. إنما الصحبة اللي فيها تكلف وكل واحد بيحاول إيه يعني يقول لك إحنا بنشجع بعض، أصل إحنا بنشجع بعض، كل يوم هيسمع له خمس آيات وهو هيسمع لك، أو أنت جاي ولا بيوصلوا لحاجه، اتفرج عليهم بعد سنتين ولا وصلوا لحاجه. حفظ 20 جزء قران بس هو مضلم، لانه لو كانش بيحفظ علشان الله مش عشان يوصل لله، لا ده عشان بيسابق صاحبه، عشان يبين لصاحبه انه اذكى منه وبيحفظ اكثر منه وانه ما بيغلطش وانه واد تمام التمام. شفت الشيطان يخش للبني ادم من نواحي خطيره ازاي؟ فلازم تصفي عملك في كل لحظه، حتى وانت بتقول سبحان الله بتقولها دي لله ولا عشان حاجه تانية؟ وانت بتقول الحمد لله وانت قايم تقيم الليل وتصلي التهجد، انت بتقوم كده علشان يعني الناس كده ما يلقش ان كل قايم وانت نايم، ولا ايه بالظبط؟ وبعدين في مشكله تانية، ان ساعات الشيطان يجي لك يقول لك لا ما تقومش يا واد لحسن تبقى قايم علشان يقولوا انك قايم، تقوم تترك العمل من اجل الناس. لا، فترك العمل من اجل الناس شرك، والعمل من اجل الناس رياء. فانت بين نارين يا عمي، انت بين نارين،
عشان تعرف ان الطريق الى الله طريق عايز حذر وعايز واحد مفتح. لا تترك العمل الصالح من اجل الناس لحسن الشيخ قال لك لا تتصنع والا تبقى اشرك، ولا تعمل من اجل الناس لان برضو الشيخ قال لك لا ترائي الناس والا تبقى لم تخلص، لكن لازم تعمل ايه؟ تعمل الاثنين، تجتهد وتصفي الاعمال لله عز وجل، وتسال الله ليل نهار في عبادتك ان يصفيك، لان لو لم ياخذك منك اليه لن تخلص اليه ابدا، فانت لن تصل الى الله الا بالله لا بنفسك، فاستعن بالله ولا تعجز، ولكن كن على حذر باستمرار، راقب نفسك، راقب نفسك، الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي، تتحقق بالثلاثة دول قبل ما تنام كل يوم بالليل، استشعر هذه المعاني، الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي، وانت بتعمل العمل استشعر المعاني دي وانت في الصلاة، الله معي، الله ناظر إلي، الله قادر علي، وانت قاعد ماشي في الدنيا بتجري، الله معي، لما تفتكر ان الله معي وانت بتجري رايح تسرق تقول ازاي يبقى معايا وانا بس تروح راجع تاري تفتكر، عايز تأذي واحد تفتكر الله قادر علي تكف اذاك عنه، فتجد ان تتحقق المراقبة بالثلاثة دول، فانت محتاج في فترة المراقبة للثلاثة دول، الله معي، الله ناظر الي، الله قادر علي، الثلاثة دول في كل عمل وكل خطوة تستحضرهم في قلبك، وشوف لو لقيت ان الله معاك وانت على معصية فاعرف انه مش معاك، اطلع عشان يبقى معاك، انت على معصية وهو ناظر اليك ألا تستحي من الذي ينظر إليك؟ ده لو أبوك شافك وفي إيدك السيجارة بتحطها والعب بيك، طب ما ربك شايف، الله ناظر إليك، ألا تستحي من الخالق وتستحي من المخلوق؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فدي صفات المنافقين، فلا تصحب من لا يمهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ثم نقف بعد ذلك على الحكمة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.